منسقية حقوقية توثق جرائم الاغتيالات في عدن منذ 2015. هل تعد هذه الخطوة بداية لحفظ حقوق ومناصرة ضحايا الاغتيالات؟ ماذا بعد ذلك؟ هل ممكن أن تذهب هذه الملفات إلى القضاء ويعاقب الجناة؟ أهلا بكم. قرابة 200 حصيلة ضحايا الاغتيالات بعدن منذ 2015، كلها قيدت ضد مجهول. هذا ما عرضته ندوة حقوقية نظمتها منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات بعدن. هذا العدد من الضحايا تم توثيقهم في حوادث اغتيالات، ولا يزال الباب مفتوحا أمام طلبات التوثيق. هل ينسجم هذا التوثيق مع شهادات التحقيق السابقة ومع بعض الجناة ومع تقارير دولية؟ إشارات الاتهام لجناة على مستوى الدولة يتلقون دعما مباشرا من إحدى دول التحالف. فماذا عن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم اغتيالات مؤكدة بشهادات دولية ومحلية تدينها؟ هل سيساعد ذلك الدفع بعجلة النيابة والقضاء لمحاكمة الجناة؟ أم أن سطوة قبضة الرعب التي تحكم عدن وتصادر حقوق الناس وحياتهم ستعمل على مصادرة حقوق الضحايا؟ ماذا بعد هذه الفعالية؟ هل يمكن لمنظمات المجتمع المدني من الضغط لإنصاف الضحايا والحد من الاغتيالات وتقديم الجناة إلى العدالة؟ لا يزال القاتل طليقا، قصة تبدأ بصباحات عدن الدامية لتكسب حزن المدينة على أبنائها دون مناصرين. 5 سنوات بحت فيها أصوات أقرباء ضحايا الاغتيالات في عدن، وهم يطالبون بمحاكمة المتهمين والبحث عن القاتل ومن يقف خلفه. لكن هنا يختلف المشهد قليلا، فقد تلملمت أوجاع أسر الضحايا والمهتمين بحقوق الإنسان لتكوين منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات في المدينة، علها تكون خطوة في درب معرفة الحقيقة والانتصار للقضية وأهلها. وعملنا إشهار من أسر الضحايا نفسها، ليس أي جهة لها دخل مسؤولية الرابطة، والرابطة لحد الآن عندها 485 بلاغ في اغتيال، تم رصد منها 200 ملف إلى حد الآن، ونتيجة الملفات المتبقية نتيجة خوف الأسر والذا لم يتجاوبوا معنا، وإن شاء الله بالوقت القريب. الآن حاليا عندنا 70 ملف اللي هو جاهز. مناصرة ضحايا الاغتيالات بعدن في ندوة نظمتها المنسقية أعلنت أنها وثقت مقتل 200 شخص في حوادث اغتيالات وقعت بعدن منذ العام 2015. طبعا هذه الندوة قاعد ضم فعاليات مناصرة أسر ضحايا الاغتيالات، وأنا أمل أن تصل هذه الرسالة إلى كل مكان كي ناخذ بحقنا في القصاص من القتلة. حقوقيون يحملون واحدا من أكثر الملفات تعقيدا، لكن يبدو أنهم هذه المرة أكثر عزما وتصميما على المضي في خطى استحقاق العدالة. التفكير أصلا بتنفيذ هذه الفعالية يعتبر جزء في مناصرة أسر ضحايا الاغتيال، وبنفس الوقت التفكير إلى كيف الاستمرارية وضمان أن يكون هناك جهد أكبر للتضامن ومناصرة أسر ضحايا الاغتيال. بحسب القائمين عليها، فإن المنسقية ستعمل عبر برامج وأنشطة إعلامية وحقوقية والتشبيك بين منظمات مجتمع مدني وناشطين وإعلاميين ومحامين من أجل مناصرة أهالي ضحايا الاغتيالات في الوصول بملفات ذويهم إلى القضاء. عدن التي أصبحت ولسنوات 5 مسرحاً لحوادث اغتيالات طالت سياسيين ونشطاء ورجال دين وعسكريين وأمنيين وقضاة، لم تحصل بعد على إجابة واضحة لمن يقف وراء كل ذلك، وإن كانت كل الخيوط تقود إلى جهة واحدة تضع أبو ظبي وأدواتها المحلية في قفص الاتهام. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الأستاذ عادل الحسني الناشط الحقوقي والسياسي. مساء الخير أستاذ عادل. ياكم الله.
أهلا بك. وكما سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية خالد سعد رئيس منسقية أسر ضحايا الاغتيالات من عدن. مساء الخير أستاذ خالد. أهلا مساء النور. أهلا بك. إذا استسمحك عذرا أستاذ عادل، سأبدأ مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ خالد. أستاذ خالد، هل لك أولا أن تطلعنا على فكرة المنسقية وما هي أهدافها في عدن؟ المنسقية بالنسبة لل في عدن هي مشمولة من نفس الرابطة أسر ضحايا الاغتيالات، وأسست لغرض الأسر نتيجة تهميش بالنسبة للملف الاغتيالات. نعم. لأنه من 2015 حوالي إلى 2017 لم يذكر شيء اسمه اغتيال. كل ما تروح شرطة، تروح مركز، تلاقيه ولا شيء. لهذا أسسنا رابطة أسر الضحايا. نعم. طبعا من أسر الضحايا نفسها. وكوننا الرابطة والحمد لله مشينا إلى الأمام، والآن معانا مناصرين حقوقيين من الداخل ومن الخارج. جميل. أستاذ خالد، يعني ما هي المعوقات القانونية التي يعني ممكن تحول دون وصول هذه الملفات التي جمعتها للقضاء؟ نحن في الرابطة سجلنا 485 حالة اغتيال. نعم. إلى شهر 12، ورصودنا منها الذي تجاوبوا معنا أسر الشهداء وحطوا ملفاتهم 200 ملف الآن معنا. نتيجة المعوقات هي القضاء. القضاء نفسه. رغم أن النيابة تجاوبت معنا واستدعت متهمين من داخل السجون وحققت معهم، ولكن القضاء لا ندري لماذا مهمل ملف الاغتيالات. يعني بعد التحقيق مع هؤلاء الجناة ما الذي حدث؟ حدث أنه شفنا مماطلة في الملفات، لجأنا إلى رئيس قضاء الأعلى وتجاوب معنا على أساس أنه سوف يبث القضايا بيسحبها من النيابة، رغم أن المتهمين مثلوا أمام النيابة وتم التحقيق معهم، لكن لحد اليوم لا ندري. إنما هو سبب يعني ليس بالمكتوب عطوا لنا للرابطة بحيث أن نحن نتابع بعضه، أنه يقول لك أريد حماية. هذا ملف مش بسيط بالنسبة للقضاء. حماية يطلبها من من؟ يعني القضاء يطلب حماية أو النيابة تطلب؟ لا، القضاء في المحكمة يريدوا حماية للبث في هذه القضايا. نعم، من من يطلبون الحماية؟ يريدوا من الدولة. نعم. إذن ابقى معنا أستاذ خالد، سأعود إليك. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عادل. يعني كما استمعت لحديث الأستاذ خالد، منسقية ضحايا الاغتيالات اليوم قاموا بتنظيم فعالية حول متابعة قضايا أهاليهم وضحايا الاغتيالات وطلبوا بتحقيق العدالة. برأيك إلى أين يمكن أن تصل هذه الجهود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. طبعا المنسقية هو رابطة أمهات المعتقلين ورابطة الخاصة بالاغتيالات في عدن، كل هؤلاء لهم جهود يعني ملموسة، وأنا على تواصل شخصي مع كثير منهم وصوت مسموع لدى كثير من المنظمات الدولية، وهذا له أثر بالغ. المجرم أختي الكريمة عندما يرى أن الساحة أمامه فارغة وأن الناس ساكتة يتمادى في طغيانه، يتمادى في جرائمه، يتمادى. لكن عندما يرى النهضة في المجتمع، عندما يرى ويسمع من يقول لا توقف، يعني هنا يبدأ يراجع حساباته.
أختي الكريمة، أنا خرجت من المعتقل في عام 2018 ولا يكاد يمر شهر أو نصف شهر على أئمة ودعاة عدن إلا ويقتلون. يعني في 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 صورة، حتى أنتم كإعلاميين كنتم تتعجبون من تقطوع الحدث هذا، ثم قتل الإمام مسجد في المعلى والطرق التي ما عرفتم حتى. فكنت أنا وغيري لله الحمد، أنا يعني هذا يعني شيء أعتز به أمام الله سبحانه وتعالى، أني وقفت وأظهرت للناس حقيقة قتل الدعاة والأئمة، وكشفنا الملفات وأخرجنا ما الذي يراد من قتل الأئمة، من هو وراء هؤلاء قتل الأئمة والدعاة، ما هو السيناريو الموجود لعدن، من الذي يرفع الأسماء، من هم المنفذين، من هو الممول، من. أنا أسألك الآن سؤال أمام العالم، هل توقف قتل الدعاة والأئمة في عدن أو لم يتوقف؟ توقف. صح. نعم توقف، توقف تام. والمجرم لا زال موجود، لكن المجرم عندما يسمع ويرى من يقول له، وأنا أشد على أيدي هؤلاء الأخوة ولا نستهين بعملهم أبدا، وإن كانت المعوقات أمامهم كثيرة، وأكبر المعوقات التي ألمسها أنا شخصيا وضعف الشرعية، الجهة الرسمية المخولة المستمع لها دوليا التي مفروض هي التي تهتم بقضايا بهذا الملف، الملف والمواطنين ورعاياها، للأسف الشديد العكس. نعم وزير يعني حقوق الإنسان المختص في هذا الباب يطعن دائما من الخلف ويشكك في هذه الملفات كلها. نعم يعني في المعوقات التي ذكرها الأستاذ خالد تتحدث عن القضاء، يعني القضاء يريد حماية والدولة غير موجودة لتبني هذا الملف، يعني ما دلالة مثل هذا الكلام؟ صحيح، أنا كنت قصدت خارجيا المعوقات الخارجية، أما المعوقات الداخلية فهي بالنسبة للقضاء الذين يراد منهم البت في هذه القضايا، فهم هم الحق حقيقة أن يطالبوا بالحماية، لأن المجرم الذي سيتهمها القاضي وسيعلن القاضي علنا أمام العالم أنه هو القاتل وأنه يستحق الإعدام، هو الذي يمتلك القوة العسكرية في عدن. الذي يمتلك القوة العسكرية وهذه الميليشيات التي في عدن هي من سيوجه إليها أصابع الاتهام بشهادة المتهمين والمغبوض عليهم في السجون، أمثال هاني بن بريك وغيره. يعني المتهمين يقولون علنا التقينا به في شقة كذا، جلسنا مع أبو سلامة الإماراتي. هؤلاء القراصنة الذين يحكمون عدن الذين بيدهم الميليشيات والسلاح، صعب على القاضي أن يبت في هذه القضايا. نعم. إذا لو عدت لك أستاذ خالد، أستاذ خالد هل تشعرون يعني أنتم كمنسقين أنكم تعملون في مناخ آمن في عدن؟ يعني هل لديكم مناصرة من قبل المجتمع المدني والإعلام وغيره؟ أستاذي العزيزة، نعم المناصرة موجودة والمحامين موجودين لدينا والكل متكاتف معنا. نعم. عندما علموا بأننا في تحركات شخصية زي ما قال أخي العزيز قدامك، هذا يفترض كان على اسمه حقوق الإنسان وليس مواطن يكون رابطة لأسر الضحايا ويطالب مطالبهم، ولكن عملنا لحد الآن حقوق الإنسان لم تتواصل معنا، إنما في تجاوب كان من محاميين من يعني أي اتجاه نلقى له، حتى أخيرا تم اللقاء مع رئيس القضاء الأعلى ووزير العدل وتجاوبوا معنا بالرابطة، لأن الرابطة بعد الإشهار يعني قدمنا خرجنا لها ترخيص رسمي وكذا، والآن نطالب بترخيص لمحافظة المكلا الذي بيكون ينوب نحن الأستاذ الشيخ كمال الهجلان. ولكن بالنسبة للمناصرة الخارجية فهي موجودة لحد الآن، اتواصلت معنا 7 منظمات دولية واستلمت مننا 20 ملف للبحث اللي هي الأساسية، ومن ضمنها ملف أخي العزيز الشهيد جعفر محمد سعد محافظ عدن وقائد تحرير عدن، لأنه بالنسبة للشهيد جعفر لأنه عنده الجواز البريطاني، لهذه المنظمات الدولية تجاوبت معنا. ومعنا أيضا قضية الراوي الآن ممثولة أمام النيابة ولم ترحل للمحكمة، رغم أن الجناة موجودين في السجون صحيح. وتم التحقيق معهم،
وفي بوادر يعني طيبة من مدير الأمن شلال، أعلن إعلان رسمي عبر القنوات بأنه تم القبض على قتلة الشهيد جعفر، ولكن لم نراهم ولم يتم التحقيق معهم. بالنسبة لأسرة الشهيد جعفر إلى الآن لم تستلم أي رد من النيابة بأنه تم التحقيق معهم. نعم، إذن كنت تحدثت أيضا عن عدم تواصل وزارة حقوق الإنسان معكم، هل تواصلتم أنتم بها ووضعتم فكرتكم والملفات التي لديكم؟ نعم نعم، كل ما طرقنا باب نريد أن يتواصلوا معنا ويخففوا العبء عنا، نقدم لهم الترخيص، نقدم لهم جميع اللي تمت عليها إشهار رابطة أسر ضحايا الاغتيالات. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ خالد. يعني بعض القضايا متوقفة في النيابة كقضية الشيخ راوي، بعض القضايا تم كما تقول النيابة أنه تم إلقاء القبض على الجناه ولم يتم التحقيق معهم، يعني برأيك بحسب متابعتك يعني كيف تتم مثل هذه الأمور؟ لماذا تتوقف القضايا في النيابة ولا يتم رفعها للقضاء؟ أولا قيام مؤسسات الدولة في عدن هذه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للاغتيالات، بالنسبة لحالة الناس المادية، بالنسبة لمرتبات الناس، بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للنيابة، القضاء، الشرط، كل هذا منوط بوجود الدولة. ولهذا التحالف الذي كان من المفترض الذي رفع يافطة استعادة الشرعية في اليمن هو الذي منع قيام الدولة. التحالف له أهداف ظاهرة وله أهداف غير 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 معلنة. حتى العسيري لو استعدنا نحن الشريط قال حققت عاصفة الحزم أهدافها المعلنة، يعني في أن هناك أهداف غير معلنة، الحديث يطول في هذا. لكن الذي نفذ هذه الاغتيالات في عدن والذي أدار هذا الملف كليا في عدن، ملف اغتيالات الدعاء، القيادات السياسية مثل الشهيد جعفر، القيادات العسكرية كثير جدا، قيادات في 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 مؤسسات العمل المدني، في النخب، في الساسة، في الإعلاميين، الذي هجر أكثر من 600 شخصية من عدن رصدناهم من الإعلاميين، من الدعاة، من النخب، أراد أمر لعدن أن يصنع منها مدينة أشباح. تمام؟ هذا الذي يدير هذا الملف هو الذي يمنع القضاء، وهو الذي يمنع الفصل والبت في هذه القضايا لأنه متورط فيها. الذي يحكم عدن خلال 5 سنوات هو المسؤول الأول، سواء كان هو الذي نفذ أو لم يكن، مسؤولية أخلاقية وقانونية أن الذي حكم عدن خلال 5 سنوات مضت هو مسؤول عن كل قطرة دم سارت داخل عدن، والتي إلى الآن عدن يعني مدينة على مستوى العالم القتل اليومي الموجود فيها. هذه التحقيقات أستاذ عادل هل تنسجم مع ما أوردته تقارير دولية حول تورط الإمارات في تنفيذ بعض الاغتيالات في عدن واستئجار شركات أمنية وإلى ما إلى ذلك؟ والله الفريق الذي عمل مع الإماراتيين الذي هو من الأمريكيين، الأستراليين، الإسرائيليين، هؤلاء تعاقدوا في عام 2000 في نهاية عام 2015 وفي نهاية وفي 2016، يعني بداية 2017 لم يكونوا موجودين، استغنى الإماراتيون عنهم بعملاء محليين. اختلفوا هذا الفريق اختلفوا في عندما جاءت الصفقة والمال، طبعا حصلوا على صفقات كبيرة، فبدأوا يظهروا الحقائق المحليين. تقرير بس في تحدث عن هذا، وجولن هذا جولن هو الذي اعترف بهذا، وذكروا منها أسماء، مثلا حادثة اغتيال الأستاذ أنصاف مايو، هذه حدثت في مدينة كريتر على مرأى ومسمع العالم كله، واعترف هؤلاء أنهم هم من نفذ هذا الأمر بتعليمات من الإماراتيين. الإماراتيين كانت توصلهم أسماء من العملاء الموجودين في الداخل، أبرز الذين يرفعون الأسماء هم هاني بن بريك ومنير السعدي وعلي الحذيفي وأبو زرعة من السلفي، هذا من السلفيين، وهناك أيضا من السياسيين الذين كان لهم خصومة سياسية مع بعض الأشخاص من الشهيد جعفر وغيره،
أيضا يرفعون هذه الأسماء. دائرة الاغتيالات كلها كانت تخرج من قاعدة التحالف في بزرعة في عدن حسب تقرير حتى باسفيد، لكن قلت لك بعد 2016 استبدل الإماراتيون القتلة وهذه فرق الموت بفرق محلية، منهم هؤلاء حلمي جلال وغيرهم الذين اعترفوا أن الذي استدعاهم واتصل بهم ومولهم هو هاني بن بوريك وأبو سلامة الإماراتي. طبعا هذا ليس كلامي ولا يحق لي أصلا قانونيا أن أقول هذا الكلام، هذا بمحض بما اعتراف بعظمة لسانهم، والنيابة قامت وسلمت الملف لأسرة الشهيد الراوي، وأنا شخصيا اطلعت على هذا الملف وهذا الاعترافات ورسائل الواتساب الموجودة والمبلغ الذي أعطهم إياه والشقة التي جلسوا فيها. فلا، فالإماراتيين متورطين في هذا الباب، والمنظمات الدولية على علمهم، يعني كما التقيت أنا بمنظمات أمريكية منظمات أوروبية، لكن هم مركزين أكثر على الدور الأمريكي، على الدور الأمريكي الموجود الذي كان موجود في عام 2016 و2017، لكن ما بعد 2016 2015 2016 ما بعد 2016 لم يكن لهذا الفريق توجه. نعم. إذا أستاذ خالد، ماذا بعد فعالية اليوم التي قمتم بتنظيمها؟ هل هناك لديكم فعاليات أخرى؟ إلى ماذا ستهدفون؟ يعني ما هي الأنشطة التي تودون القيام بها للضغط على الجهات المعنية للتحقيق الفوري وتقديم الجناية للمحاكمة؟ نعم 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 أختي العزيزة، عندنا فعاليات كثيرة ما بعد الندوة، عندنا وقفات احتجاجية، وعندنا أنشطة كثير لأسر ضحايا الاغتيالات، بحيث نحن نضغط على القضاء. نعم. لأن النيابة استدعت المتهمين اللي موجودين لديها، لكن القضاء الآن نحن نضغط على القضاء، والآن عندنا وقفات احتجاجية مقبلة، كل وقفة سوف نضاعف أكبر من الثانية سوف تكون. نعم. إذا كان القضاء يقول بأنه يحتاج إلى حماية، وربما أن المسألة فيها يعني أبعاد سياسية وأخرى أمنية، هل يمكنكم أو في يعني خططكم تدويل هذا الملف بحيث يصبح مطروح أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية وفي مجلس حقوق الإنسان؟ نعم أختي العزيزة، إذا أقفلت الأبواب علينا داخل عدن سوف نلجأ إلى المنظمات الدولية التي ناصرت أسر ضحايا الاغتيالات، هذا لا بد منه، ما عاد فيش أي رجوع فيه، لكن نحن سوف نحاول نضغط على القضاء، وإن شاء الله إذا هذا القاضي خايف عادي وزير العدل يشيله ويجيب غيره، في ناس قابلين للقضايا، مش ضروري يكون هو فوق الكرسي ومش راضي يحكم وفي غيره خلف الكرسي يريد يحكم، يشيل اللي فوق الكرسي يجيب الثاني. لا، نقضه شرع الله، القاتل لازم يقتل، كان مفروض يعني محاكمات فورية بالنسبة لهذون القتلة، محاكمات فورية، ما فيش داعي عاد يطرحوهم في السجون أكل وشرب ونوم وزيارات وهم قتلة، مفروض محاكمات فورية مباشرة، ما فيش داعي إذا القاضي ذا لازم لمسكوا السلطة داخل البلاد خلال 5 سنوات لازم كانوا يتخذوا هذا القرار. نعم. ماذا عن تقديم هذه الملفات للقضاء الدولي أستاذ خالد؟ هل هذا الموضوع في بالكم؟ أيوة، قدمنا أختي العزيزة إلى حد الآن 20 ملف، هم اللي طلبوا يعني لها بصمات معينة، بحيث أن المطلوب منهم في البيانات هي لحد الآن 20 ملف، وأرسلناها إلى كل من بريطانيا والسويد وتركيا، منظمات حقوقية كلها مناصرة لرابطة أسر ضحايا الاغتيالات. نعم، متجاوبين معنا. نعم أستاذ خالد، إذن شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، خالد سعد رئيس رابطة أسر ضحايا الاغتيالات، شكرا
لك عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني تحدث الأستاذ خالد عن دور حقوق الإنسان، لم يتم التواصل معهم، لم يتم وزارة حقوق الإنسان التي يعني ذهبت لتكريم المتهمين ذات لحظة لم تلتفت لمثل هذه القضايا، ما هو تعليقك؟ أولا أنا أحييهم على شجاعتهم أنهم يعني يصدحون بصوت الحق من وسط عدن، عدن التي يحكمها مجموعة من الوحوش، مجموعة من المجرمين، يعني كونهم يصدحون بهذا الصوت. نحن أنا من الأشخاص الذين صدحنا في عام 2016 واعتقلنا يعني لمدة عامين، وكون الإنسان يصدح بقول كلمة الحق من داخل عدن هذا نحييهم ونشجعهم ونقبل على رؤوسهم حقيقة. وهم سيواجهون مصاعب وسيتهمون، قد سيتهمهم أنهم مع الأصلاح وسيتهمون أنهم مع تركيا ومع قطر، وهذه النقمات المرأة. فأنا أشد على أيديهم وأوصيهم أن يستمروا، وأن هذا العمل مؤثر وموجع جدا بالنسبة للدول الخاصة مثل دولة الإمارات التي رعت هذه الميليشيات ورعت هذه العصابات. لا شك أن هذا العمل سيأثر عليهم جدا وسيحاسبون عليها. يعني طيب الإمارات غادرت عدن والسعودية الآن حلت محلها، لما لا يتم فتح هذا لا يعفيها أستاذ الكريم؟ نعم لا يعفيها، ولو قادر على الأقل يعني إذا كان يجب اليهود التحرك في ظل إذا كان اليهود يعني مع محرقة هيلوكوست إلى الآن وهم يعني وكم لها، يعني مع أنها يعني قابلة للتشكيك يعني والذي حصل والتهويل فيها، فما بالك بالدماء شاهد عليها العالم كله، ما بالك بهذه الأسر، ما بالك بهؤلاء الأيتام وهذه الأرامل التي تصيح كل يوم أمام العالم. نعم أنا أقصد في لحظة وجود الإمارات كان هناك تغييب للحقيقة، كان هناك تخويف، كان هناك، لكن الآن يفترض يعني أن الأمور أفضل حالا. يعني لا زالت العصابات والميليشيات التي أسستها الإمارات هي التي تحكم على أحزمة الموت، هذا الحزام الأمني، المجلس الانتقالي، يعني أداروها باسم جديد سموها حماية المنشآت، وهي القوة هي نفسها. نعم. لا زال عبد الدائم، لا زال شلال علي شايع، لا زال صالح السيد، لا زال النوبي، لا زال فلان، إلى الآن الحكومة الشرعية لم، إذا عادت الشرعية وعادت إدارة الأمن إلى 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 وزارة الداخلية ودمجت هؤلاء في 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 مؤسسات الدولة، وعادت الشرطة العسكرية وعادت النقدة وعاد الأمن وعاد المؤسسات الدولة، حينئذ أنا أقول لك أن الأمور ستتغير في عدن. لكن إلى الآن يعني السعوديين يقومون مقام الإماراتيين ويمارسون نفس الدور. جاء الإماراتيين فقط قاموا لنا نقشة الحنة في عدن، وأمس السعودي أعلن عن مسابقة الطبخ. نحن أمام مهزلة، يعني لا نستبشر كثير بوجود السعوديين، وإن كانوا يعني حقيقة إلى الآن هم لم يتبنوا ملفات الاغتيالات مثل ما تبنوها الإماراتيين، لكنهم الآن لم يمحوا الأثر الذي والجرح، ولم يوقف الجرح الذي نكأتها الإمارات. لا زالت الاغتيالات موجودة، ولا قطع الطريق، ولا زال المياه مقطوعة والكهرباء مقطوعة، بل وضع عدن استاء أكثر. نعم، إذا سمح لنا نضم معنا حسين المجدري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ حسين. مساء النور. إذا أستاذ حسين، حسب حديث الأستاذ خالد سعد معنا، هناك 485 حالة اغتيال منذ 2015، 200 حالة تم توثيقها من خلال أسر هذه الضحايا في المنسقية أسر ضحايا الاغتيالات، كيف تابعتم هذا الملف أنتم في اللجنة الوطنية لإدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ حياك الله أختي، وأشكر الجلالة وأشكر ضيفك العزيز. والحقيقة العمل على الانتهاكات في اليمن تدمي القلب فعلا، لأن الانتهاكات التي تتم من كل الأطراف انتهاكات موجعة، وانتهاكات فعلا يعني تجاوزت الحدود، ولا يجري في عدن وأيضا تكرر في صنعاء وفي كثير من المحافظات، ومثل ما هناك كافل هناك أيضا استهداف البدنيين، هناك تعذيب وحالات اعتقال. قبل قليل كنت شاهد حلقة استماع ونفذتها اللجنة لعدد من الضحايا، أمور يعني تدمي القلب فعلا. بالنسبة للاغتيالات، الاغتيالات بطبيعتها القانونية هناك يمكن نقول أنها ثلاثة أنواع من الاغتيالات. الاغتيال النوع الأول هو الاغتيال الذي تمارسه السلطات، وهذا يعتبر انتهاك، واللجنة مختصة بالعمل عليه باعتباره من الانتهاكات التي أدرجتها اللجنة في قائمة أعمالها. و
في هذا الجانب مارست اللجنه العديد من او قامت اللجنه بالتحقيق في العديد من هذه الملفات. كم عدد الملفات التي تعملون عليها استاذ حسين في هذا الجانب؟ التي نعمل عليها كثير، يعني قد يتجاوز حوالي ال 190 او 170 في هذه الحدود، لا استحضر الرقم، لكن السؤال هو كم عدد الملفات التي وصلتم فيها الى تحديد الفعل، وهذا امر فعلا صعب جدا الحديث عنه وصعب الجزم فيه، لان السلطه او الدوله ادواتها وسائلها حتى الان لا زالت ضعيفه، وبعضها مسيطر عليها وبعضها قد ربما انت تتابع الجانب بنفسك او بنفسه تطلب من التعاون معك، تطلب برغم اننا يفترض كما هو قانون او قرار انشاء اللجنه يكون لنا سلطه لاستدعاء. نعم. الاشخاص مثل هؤلاء ليست مشكلتنا فقط مع ما يحصل في عدن، لدينا مشكله اكبر ايضا مع من يقومون بالقتل خارج اطار القانون في صنعاء، لدينا اشكاليه اكبر واكبر واعم ايضا مع ما تمارس الطائرات الامريكيه بدون طيار واستهداف المدنيين، واعتبر ايضا من اقسام القتل خارج اطار القانون والدوله والحكومه الشرعيه ممارسه او مشاركه فيه وشريك اساسي في اتاحه المجال واعطاء رخصه لقتل اليمنيين لطرف خارجي، اعني هنا اشخاص يفترض انهم متهمون ويجب محاكمتهم، لا اعني هنا الاستهداف المباشر المدني الذي يتم من الاطراف المتحاربه، هذا امر مدان، لكن ايضا انا اتكلم عن القتل خارج اطار القانون الذي تمارسه السلطات والذي تكلمت عنه، والنوع الاول من انواع الاغتيالات، النوع الثاني من انواع الاغتيالات هو الاغتيالات التي تتم من قبل الـ 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 الاشخاص العاديين، يعني لتصفيه حسابات وقضايا جنائيه، وانكرت في الحقيقه يعني التمس الامر بشانها في تحديد اما اذا كان الاغتيال جنائي ام هو سببه سياسي، اما اذا كان حتى قام بتنفيذه طرف سياسي او انه قام بتنفيذه شخص مساله شخصيه، تشابك الاوراق هنا تتداخل الى حد كبير، يعني قد ربما يكون هناك اشخاص سياسيين قاموا بتنفيذه لامور جنائيه ربما لاسباب غير سياسيه وخذت طرف سياسي، العمل في هذه الامور يعني جدا يحتاج الى كثير من الصبر وكثير من الحنكه، ومثل ما قلنا في ظل ضعف مؤسسات الدوله وعدم وجود الياتها قضايا التحقيق في او التحقيق في قضايا القتل من الامور التي يعلم الجميع وبالذات من يعملوا في هذا المجال انها من الامور التي تكون معقده وتحتاج الكثير من العمل، ما بالك اذا كانت القضايا قضيه اغتيال وفي ظل ضعف وعدم وجود الدوله بالاصح ومن اطراف حتى ربما ليس لك سلطه عليها ولا يمكن ان تتفاعل او تتجاوب معكم، في البقول ربما انت تطلب المساعده احيانا من الجلاد ومن الجاني نفسه، فهذه الامور كلها تجعل من مهمه اللجنه حتى نكون واضحين وعادلين فعلا ونعطي انفسنا التقييم المناسب، اننا إذا استطعنا حتى أو إذا استطعنا أن نصل إلى تحديد الجاني في بعض ما هو بحال في بعض القضايا، وهناك قضايا أحيلت ملفات المتهمين فيها إلى القضاء، ولا نعلم سبب عدم السير في قرابة التقاضي أمامهم، لكن حتى فقط يعني نقول أننا إذا استطعنا حتى أننا نثبت للضحايا ذوي الضحايا في مثل هذه الظروف حقوقهم ونثبت او نحتفظ بالادله في مثل هذه الظروف التي يسعى كل طرف او يسعى بعض الاطراف الى تغييبها واخفائها، فسيكون ما تنجز اللجنه ايضا هو عمل كبير ويستحق يعني انت تتول او تستحق الدعم ولو حتى اعلاميا من جميع الاطراف ان تمارس او الاطراف المستقله يعني ان تمارس او تستمر في اداء عملها لهذا الجانب، لان مثل ما ذكرنا لدينا قاعدة بيانات نضع فيها أسماء الضحايا أو أدلة كل جريمة بما في ذلك الأدلة بمختلف أنواعها. نعم. نعم، الجرائم التي يعني حدثت فيها هذه الاغتيالات كانت سياسية كما يظهر، هل كان للدولة أجهزتها المعنية دور في محاولة تقليص هذه الجرائم أو كشفها؟ حتى عندما نتكلم الحديث عن الدولة في هذا السياق في الحديث بشكل مطلق غير صحيح، يعني الدولة هنا قد تكون ظاهرا دولة لكن باطنا قد لا تكون بعض الأجهزة خاضعة لسلطتها، وبالتالي مثل ما ذكرنا إطلاق في هذه القضايا لا أعتقد أنه يخدم التوصيف القانوني لأي قضية، لكن لو قلنا الأجهزة المحسوبة حتى على الدولة والتي
تعمل تحت مظلتها في قضايا، وهناك قضايا فعلا يعني كان لهذه الجهات وبضغط ايضا من جهات العمل على هذه القضايا، لكن بشكل عام نستطيع ان نقول ان 70% من القضايا التي تم اكتشافها وتم الكشف عن مرتكبيها كان الدور الاكبر هو لجهود المواطنين في هذه القضايا اكثر من ان هناك عمل مؤسسي او منهجي لكشف هذه القضايا حقيقه. لا. يعني مع الاسف. اذا شكرا جزيلا لك استاذ حسين المجدلي عضو اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. طرح الأستاذ حسين مجمل أو العديد من النقاط، ولكن دعني أقف عند آخر نقطة تحدث فيها، وهي أن كان لكشف العديد من المجرمين الفضل الأكبر للمواطنين في ظل غياب الدولة أو ضعفها، كيف تعلم؟ والله أم الضحية، زوجة الضحية، ابن الضحية، عندما يرى الكل ساكت، الكل قاضي الطرف، انتزع حقوقها انتزاعا بكل الطرق وكل الوسائل المتاحه له. وقضيه المنظمات وقضيه الاعلام اليوم مؤثره جدا. وهنا بالمناسبه انا اقول ان عدسه قناه بلقيس كان لها اثر كبير في الوصول الى المعتقلات، في قضيه المنظمات، في قضيه اظهار الحقائق، لكني اوصيكم بمزيد من ذلك، لا زالت هناك كثير من السجون السريه، لا زالت هناك كثير من المعتقلات، لا زالت هناك كثير من الجرائم التي حصلت تحتاج الى توثيق، لا زالت كثير من هناك من الانتهاكات. يعني كمدينة لحج، أنا أريدكم أن تنزلوا إلى لحج، حصلت انتهاكات كثيرة جدا في مدينة لحج، لم يتم تغطيتها كاملة. انتهاكات هناك في أبين، انتهاكات في 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 مديريات شبوة. فتحتاج منكم مزيدا من الجهد، وغيركم من المنظمات وغيركم من القنوات، هناك مؤسسات كثيرة يشاد بها، هناك منظمات، هناك محامين. وهنا بالمناسبة أنا أذكر المحامية هدى السراري التي كان لها أثر كبير جدا، وأنا أشهد لها في ذلك. يعني كنا نحن كمعتقلين، كان لها أثر معنا، وكان لها أثر أيضا في 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 لقاء أسر المعتقلين، وشجعتهم على ذلك ودفعت الثمن، وتم اغتيال ابنها في 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 ظاهرها عليها علامة استفهام. أنا لا أستطيع أن أتهم أحد أنه هو الذي قتل ابنها، لكن هي في 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 دائرة القموض إلى الآن، فهي دفعت الثمن وحصلت على جائزة عالمية على جهودها، وإن كانت تستحق أكثر. وغيرها من المحامين، وغيرها من الشخصيات، وغيرها من الإعلاميين. نعم. الذين نحن نشجع هؤلاء كلهم في إظهار الحقيقة في ظل قيام المؤسسات. نعم. وبمناسبة ذكر هدى السراري تنضم معنا عبر الهاتف من القاهرة. مرحبا بك هدى السراري، رئيس منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات، أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك أستاذة هدى. يعني كان للأخ عادل حديث عن دورك في يعني إيصال قضية هؤلاء المعتقلين ولم شمل أسر المعتقلين بذويهم. أود منك أن تحدثينا عن دور منظمات المجتمع المدني وما يمكن أن تقدمه لأسر هؤلاء الضحايا. حقيقة نحن اشتغلنا كمنظمات مجتمع مدني، خاصة أنه لم تكن هناك أي إجراءات أمنية في تتبع منهجية الاغتيالات التي كانت تحدث في محافظة عدن منذ فترة ليست بوجيزة. قمنا بتجميع عدة وقائع حدثت بين رصد وتوثيق وتجميع بعض الأدلة، كان عبر منظمات المجتمع المدني أو حتى عبر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. حاولنا أن تكون هناك وقائع ترصد هذه المنهجية من الانتهاكات التي كانت تحدث في مدة معينة مرت بها محافظة عدن، وكثرت انتهاكات الاغتيالات التي حدثت بحق رجال الدين أو أئمة مساجد أو حتى عناصر أمنية ينتمون إلى بعض المؤسسات العسكرية داخل محافظة عدن، وبعض الشخصيات الاجتماعية التي تم اغتيالهم داخل محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة. حاولنا أن تكون هناك رابطة تعني بأسر وذوي ضحايا الاغتيالات وتم إشهارها في محافظة عدن.
وقمنا أيضا بعمل تنسيق مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وأيضا بعض الجهات الحقوقية حتى تكون هناك اهتمام بهذا الملف حتى أن يثبت الأمن في عدن ويتم التحقيق بشكل منهجي في هذه الانتهاكات. نعم، برأيك ما هي المعوقات القانونية التي قد تحول دون وصول هذه الملفات التي تم جمعها إلى القضاء؟ كانت هناك بعض المعوقات القانونية، منها عدم أو بالأصح تعطيل مؤسسة القضاء في محافظة عدن، لكن بعد ذلك بعد أن دارت عجلة القضاء والنيابة لا توجد أي معوقات حقيقة في الفترة الحالية، وبإمكان النيابة العامة وبإمكان القضاء البت في هذه القضايا، لكن هناك مشكلة حقيقية في جمع الأدلة وأيضا تتبع خيوط الجرائم التي كانت تحدث في محافظة عدن. فكما تعرفين أن المؤسسة الأمنية كانت ضعيفة جدا، بعض أقسام الشرطة التي كانت موجودة في بعض المديريات التي كانت توجد بها هذه الانتهاكات لم تقم بتتبع هذه الانتهاكات ولم تقم بالتقصي للحقائق أو تجميع الأدلة واستجواب الشهود. كانت هناك بعض الخيوط المفقودة أو كانت تقيد ضد مجهول. بالتالي هذه هي الحلقة الأضعف في مسألة الرصد والتوثيق أو حتى في مسألة البث في هذه القضايا. الآن الكرة في ملعب النيابة والقضاء في البحث والتحري حول هذه الجرائم التي حدثت. نعم، ولكن كان معنا خالد سعد رئيس مستقية أسر الضحايا، الاعتقاد قال بأن الملفات تتوقف إما في النيابة أو في القضاء، ما هو سر ذلك برأيك؟ بسبب أنه لا توجد أي محاضر جمع استدلال في أقسام الشرطة أو في إدارة البحث الجنائي، هذا هو السبب. لا تستطيع النيابة العامة أو القضاء البت في هذه الجرائم ما لم تكن هناك محاضر جمع استدلال أولية لهذه الوقائع، بالتالي لا تستطيع النيابة أن تبت في هذه القضايا. النيابة كما تعرفين هي سلطة اتهام يعني تعنى بالجرائم الجنائية، وبالتالي إذا لم يكن هناك محاضر جمع استدلال أولية عن هذه الانتهاكات فبالتالي النيابة لا تستطيع أن تبت بهذه القضايا. كذلك أيضا المحاكم عندما لا يكون أي ملفات توجد في النيابة، المحكمة لا تستطيع أن تبت في هذه القضايا ما لم النيابة العامة هي التي ترفع هذه الدعاوى أو القضايا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك هدى السراري رئيس منظمة الدفاع للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أخيرا أستاذ عادل، ما الذي تود قوله في ختام هذه الحلقة؟ أقول أن هذه الدماء التي سالت في عدن لن تسقط بالتقادم، وما نراه وما نشهده من نهضة ومن من 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 وعي كبير داخل هذا المجتمع ومن هذه النخب ومن هؤلاء المحامين ومن هؤلاء القضاة ومن هؤلاء أسر المعتقلين والضحايا، ما هي إلا بداية بإذن الله سبحانه وتعالى. ستتكلل بالنجاح وسترد الحقوق إلى أهلها وسيتم القصاص بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يفلت المجرمون من العقاب في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي والسياسي عادل الحسني، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.